أشاد وفد رفيع المستوى من حكومة نامبيا بدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم دول القارة الأفريقية بصورة مستمرة منذ توليه المسؤولية وتوفير الخبرات المصرية في العديد من المجالات. هذا وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي خلال اجتماع مع الوفد النامبي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها بدولة نامبيا الشقيقة والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.